Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear students, and welcome back in our classes in construction management. And today we will have class number 9. And alhamdulillah, we have reached to the same according we have reached to the schedule that we have already planned for this semester. Although we have lost one lecture because of the holiday, but now we are on track, so we are not late in today's class. In the previous class, class number 8, we have taken the topic difference between fast tracking and crashing. And today I want to give you like something. We will take the one topic today first. We will skip this topic and we'll talk about the program evaluation or review technique. Okay, it's called PERT. We'll talk about this one, and before that, I just want to give you some of the like a story or something like that about regarding the fast tracking. Okay, now we have talked about something which is called fast tracking and something which is called crashing. خلونا اليوم نتكلم بس شوية عشان نعطي بعض الأمثلة البسيطة جدا اللي توضح هذه الصورة وتشوفكيها مثلا بالحياة العملية. مثلا على سبيل المثال انا بشرح لكم شيء واقع يعني مثلا من مشروع انا مشرف عليه تمام وانا مشرف على البروجرام تبعه ومشرف على ادارته وبنفس الوقت مشرف على تحريك المقاولين اللي هم السب كونتراكت يسمونهم المقاول الثانوي او المقاول من الباطن اللي هو السب كونتراكت. ف عندي جدول زمني طبعا وعندي اكتيفيتيز في البروجكت. بحاول اسوي لكم مثلا على سبيل المثال في مثلا عندنا مجموعه فيلل مشروع مثلا مجموعه فيلل اوكي وطبعا هاي الفيلل فيها اعمال حفريات من داخل الفيلا وات ايفر اين كانت اعمال حفريات من داخل الفيلا وفي عندك حفريات خارج الفيلا تمام هذه حفريات خارج الفيلا وطبعا انفراستراكشر يعني مشروع انفراستراكشر فاحنا نتكلم عن فيلا وفيلتين وثلاثه واربعه فيلل عديده وبعدين الانفراستراكشر نتكلم عن شبكه المياه والصرف الصحي اللي هي تربط مجموعه فيلل كثيره فلما تخلص انت انشاء الفيلا هاي وتخلص انشاء الفيلا هاي الحين تريد انت تربط هاي الفيلا بهذه الفيلا اذا كنت انت طبعا في بعض المقاولين قليلي خبره يعني يدخل على المشروع وهو جديد مثلا وانت الان مشرف مهندس مشرف وانت تريد يعني مطلوب من عندك انك تحقق انتاجيه يعني ما تخلي المقاول اللي عندك ياثر عليك من ناحيه البروجرس عندك انت جدول زمني ومفروض انت تتبع الجدول الزمني وتحققه وبالتالي اذا جاء عندك مثلا مقاول عنده يعني تلكؤ في الاداء تحتاج انك انت تدفعه وتحقق له الشيء يعني اللي يناسب الجدول الزمني تبعك وبنفس الوقت يعني انت ايضا تحاول قدر المستطاع وان كان ما يخصك الموضوع انه هو ما يخسر ليش؟ لانه بقاء المقاول على فكرة بقاء المقاول في المشروع هو خير للمين كونتراكتر هو خير للمين كونتراكتر انت ما ينفع انك كل شوية تدخل واحد وتطلع واحد تدخل واحد وتطلع واحد من المقاولة عندك لانه هذا يسبب لك تلكؤ في مشروعك انت يعني في الديستربنس في الشغل عندك ناس داخلة وناس طالعة فانت قدر المستطاع تحاول ان المقاول اللي تحس فيه امل وانه ممكن ان يحقق نجاح تدفعه. طيب فبالنسبه لموضوع الفاست تراكنج والكراشنج يعني مثلا جاني المقاول انا اتكلمها واقعيا يعني فما يعرف كيف يشتغل التدرج بين الفلل خلونا نكبر المشروع خلينا نقول هذه 3 فلل. اوكي فالمقاول هذا ما عارف كيف يربط الفلل مع بعض فانا ايش اقول له مثلا؟ قل له انت مثلا لما جيت هنا اشتغلت اعمال طبعا عندك اعمال حفر ثم بي سي سي مثلا خلينا نقول حفر اولا ثم بي سي سي ثانيا ثم طابوق ثم بلاستر اوكي فهو ايش يريد مثلا اول ما بدا قال انا احفر هنا واشتغل البي سي سي واشتغل الطابوق واشتغل البلاستر هكذا التدرج فاحنا نقول لا انت تحتاج لك فاست تراكنج تحتاج فاست تراكنج يعني ايش؟ يعني ناس شغاله هنا بي سي سي مثلا حفره المجموعه الاولى طبعا راح تدخل بمجموعه بسيطه مثلا خلينا نقول سي ليتس سي 5 ليبرز 5 عمال تحتاج تحفر الفيلا من الداخل اعمال حفريات ثم اعمال الحفريات يجيك مجموعه حفارين هذول هذول تيم فور اكسكافيشن تمام يعني احفظوا هذه المعلومه من عندي عشان ايش؟ عشان يعني تستخدمها في حياتك العمليه
اذا في يوم من الايام احتاجيت انك تقول، انا اعرف انتو احنا الان كوانتيتي سيرفرز، لكن نتكلم احنا كونستراكشن مانجمنت، فانت هذا درسنا يعني، ما هو خارج اختصاصكم يعني، تمام؟ ثم لا تعرف يعني لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، ما تدري ايش ان انت اختصاصك راح يكون او كيف راح تشتغل انت في مستقبلا في حياتك العمليه، بالضبط ايش راح يكون اختصاصك او وظيفتك. لكن ارجوك يعني لا تروح للمكتب سند يعني، ولا تشتغل لي بالبنك، تمام؟ ما اريد احد من عندكم يدرس هنا 5 سنين، ولا اللي مقضي 6 سنين. انا شفت هكذا اكزامبلز يعني، دارسين 6 سنين و7 سنين، وبعدين تحت وطأة طلب الوظيفة، ويلا يلا يا جماعة بس اريد نتوظف، يلا اي شيء بس خلونا نشتغل، تمام؟ يشوف اي وظيفة قدامه ها يروح يجلب بيها، يا باش فيك شو السالفة؟ والله لقينا وظيفة. يا عم وظيفة ايش؟ انت تريد تشتغل بمكتب سند وانت مخلص 5 سنين، 5 سنين هندسة، وبعدين تقعد تبكي على حالك بعدين، بعدين ما حد يوظفك، الشهادة مالتك هاي مثل ما يقول المصريين بلها واشرب ميه، وبعد ما حد يوظفك لأن راح تضيع سنين من حياتك في وظيفة انت في غير تخصصك، وبالتالي لما تكبر بالعمر وتريد تقدم على وظيفة بتخصصك يقول لك وين كنت؟ يقول لك مكتب سند، ولا تقول له شغال بالبنك، ولا تقول له والله حصلت وظيفة عرضوها عندي علي ما اعرف وين واشتغلتها. لا، اصبر شوية وحاول تلقي وظيفة باختصاصك او قريبة من اختصاصك، يعني سيفل، اي شيء، سايد سوبرفيجن، وات ايفر، يعني المسألة قريبة من الفيلد يعني. لكن اطلاقا اطلاقا لا تشتغل، لا ترضى، لا ترضى بدون من الاعمال، تمام؟ والله ايش انا اريد اشتغل ويلا بس اي شيء، والمهم ادخل لي كم ريال. لا، هذا خطأ كبير فادح، تظل يعني تتجرأ مرارة هذا الخطأ سنين طويلة من عمرك، تمام؟ فبالتالي حاول انك تشتغل دائما في التخصص اللي انت، طبعا هذا لو افترضنا بين قوسين انك تحب التخصص اللي انت داخل فيه. اذا ما تحب التخصص اللي انت داخل فيه فموضوع اخر، هذا في يعني كلام ثاني ممكن يعني نتكلم فيه في وقت اخر يعني. الان انت مطالب بانك تشتغل في الوظيفة تبعك، او مثل ما قلنا في شيء يقارب هذه الوظيفة. زين، الان نرجع الى موضوعنا. فالان انت الان تريد تسوي بلاننج لهذا الشخص وتسوي له فاست تراكينج. طيب الرجل هذا الان دخل الجروب، اول شيء في تيم اكسكافيترز، حفارين، ناس تحفر، وفي تيم يسموهم ميسنز اللي هم شغالين البي سي سي، ممكن يشتغلون البلوك ويشتغلون البلاستر، تمام؟ طيب ندخل الجروب مع الحفارين. طبعا انت تبدي بفريق اخذناها في بدايه المحاضرات لما قلنا اذا تذكرون اللي هو الكيرف هذا اللي يمثل الكيرف اوف افورتس، كيف يصعد المان باور ريكويرمنتس، كيف تصعد الافورتس او الجهد المبذول في المشروع الى البيك، بعدين تنزل مره ثانيه الى ان تصل الى الكلوزنج ستيج بالنسبه للمشروع. فالان راح نبدي بهذا المشروع مثال حتى هذا نضربه على هذه القصه وعلى ذيك القصه اللي تكلمناها من الكيرف اوف افورتس. فلما تيجي هنا راح تقول مثلا اوكي انا ادخل 5 3 حفارين مثلا يحفرون هذا البيت. هذول ال5 حفارين اللي يخلصون الحفر من يجي؟ يطلعون يدخلون هنا يحفرون، يدخل مع براهم التيم اللي هو تبع الايش؟ تبع البي سي سي. تيم البي سي سي هذا لما يخلص البي سي سي راح يدخل هو، اذا كان نفسه يدخل هو يشتغل بلوك ورك. طيب في تيم البي سي سي هذا راح يشتغل بلوك ورك، راح يشتغل بي سي سي اولا بلوك ورك وبعدين بلاسترنج. راح ايش يسوي هذا؟ راح يسبق. ليش؟ لانه هذا ما عنده غير بس اكتيفيتي واحده، يحفر يحفر يحفر، يطلع على الفيلا رقم 10. وذول المساكين ايش مسوين؟ ذول المساكين شغالين لسه بعد عند بي سي سي، والبي سي سي يحتاج له كيورينج يوم يومين، تمام؟ وبعدين بعد البي سي سي اللي يحتاج له طابوق، والطابوق ما تقدر تحط عليه البلاستر على طول، تنتظره يومين او يوم حتى يجف، ثم بعد ذلك بلاستر، والبلاستر تنتظره ايضا حتى يجف، وبعدها يمكن في بيتامين، وبعدين وراها في باك فيلينج وقصه. اذا انت تعرف مباشره انه هنا في عندك ايش؟ في عندك تاخير بالعمل بالاعمال، لان هذا التيم يتاخر، فبدك ايش؟ تحتاج انك تزيد العمال اللي التيم هذا تكبره، بحيث اول ما يطلع هذا التيم الحفاري تمام؟ على طول تدخل انت بتيم ثاني تدخل هنا، فبالتالي يصير ما يصير عندك فجوه ما بين عدد الفلل المحفوره وما بين عدد الفلل اللي مبني فيها طابوق وبلاستر. وتسوي فاست تراكنج بحيث تتداخل العمليات، ناس داخله ناس طالعه، ناس تدخل هنا تركب تسوي البي سي سي، ناس تدخل هنا مثلا تسوي البي سي سي ايضا، خلصوا هذول هنا ناس
التيم مال الطابق اشتغل، تيم هنا مال البي سي سي طلع دخل وراء تيم الطابق مره ثانيه طلع هذا، وهكذا. هذه حاله شغله عمليه فاست تراكنج على طول، ما في يعني في تداخل ما بينها. ممكن هذول الاثنيناتهم يعني الحفر الاكتيفيتي تبع الحفر شغال بالتوازي مع الاكتيفيتي تبع البلوك وورك، شغال بالتوازي مع الاكتيفيتي تبع البي سي سي، شغال بالتوازي مع الاكتيفيتي تبع البلاسترنج. وفي طبعا اكتيفيتيز اخرى، في اكتيفيتيز اللي هي البيتومين بينت اللي هو ما تحت الارض، وبعدها في الباك فيلينج وغيرها من الامور، لكن بس مجرد مثال بس. هذا يسموه فاست تراكنج. وبالتالي لما تنظر الى هذه الفلل الثلاث تلاقي نفسك انك كل الاكتيفيتيز شغاله معك في ان واحد، لكن الفرق ايش؟ انه هذا سابق هذا، داخل هذا بهذه الفيلا، ما كل الاكتيفيتي شغاله في فيلا واحده. ما يعني الحفر والبلوك وورك والبلاسترينج والبي سي سي ما كلها شغاله في فيلا واحده، وانما شغاله في الفيلا الثلاثه، لانه هذه الفيلا ما كل واحده منها مشروع، وانما هي تعتبر كلها مشروع واحد متكامل. هذا فيما يخص الفاست تراكنج، مفهوم؟ اذا في حد عنده سؤال ممكن يتواصل معي فيهم بعد، يسال اي سؤال انا جاهز ان شاء الله. طيب، ما لما تيجي تربط الفيلا تربطها بلاين، يعني عشان هذه الفيلا مياه الصرف الصحي ترميها على لاين موجود امام الفيلا تمشي فيه مياه الصرف الصحي حتى ترمي في المنهولات اللي هي مخصصه لها. طيب الان لما نريد نربط هذه في هذه عاده هذا العمل، انا بس يعني ابين لك حقيقه يعني في العمل، انه هذه العمل فيها يطول اكثر من العمل في هؤلاء، مع انه هذه شايفه انت وحده، لكن هذه العمل فيها يطول اكثر، ما في تكنيكال يعني تكنيكاليتي مالتها شويه اعلى، ويحتاج الى مان باور وماشين باور. هنا كل شغل مانوال يدوي، حفر يدوي كلها، يعني ما يدخل جي سي بي هنا. انا محتاج لك مان باور، ماشين باور، محتاج لك ليفلز، محتاج لك يعني في شغلات كثيره ما اريد ادخل في التفاصيل، لكن اللي اريد اقول لك اياه انه هذا النص السفلي، الجزء السفلي من المشروع اطول، ياخذ وقت اطول من هؤلاء الثلاث. وبالتالي تلاقي نفسك انت خلصت الثلاثه الاولى، ويمكن خلصت الثلاثه الثانيه اللي بعدها، والثلاثه الثالثه اللي بعدها، يعني يمكن انت مخلص 9 فلل، وبعدك انت لسه شغال بهذا اعمال حفريات وما اعرف ايش وكذا كذا، مجموعه تفاصيل هنا. ايش اللي يصير عندك في هذه الحاله؟ يصير عندك جاب ما بين وهذا يصير في مقاولين، صار يعني عندي هذه الحاله وسويت لهم بلاننج وسويت لهم مثل ما يقولون كراشنج بالاكتيفيتيز. هذه العملية تأخذ وقت، هذه العملية سريعة. طيب خلينا نقول مثلا هذا يخلص 6 فلل بأسبوع، وهذا اللاين اللي يربط كل 3 فلل مع بعض هذا يخلصه واحدة بأسبوع، وبالتالي أنت تحتاج 14 يوم حتى تخلص هذا المستطيل، وهو تحتاج أسبوع واحد فقط يعني 7 أيام حتى تخلص 6 فلل، بالتالي راح يصير عندك جاب مستطيل، صح ولا غلط؟ يعني بأسبوع تخلص 6 فلل، لكن بأسبوعين تخلص مستطيلين يعني اللي تحت هذه، وبالتالي راح يصير عندك ايش؟ فجوه. راح يصير عندك ايش؟ تاخر. هذا بالنسبه لهاي in relation to this one، اوكي؟ جاب يصير عندك تاخر. بهذه الحاله ايش نسوي؟ هذه ما تنحل بالفاست تراكنج. هذه تنحل بايش؟ تنحل بالكراشنج. كانه نسوي الكراشنج. طبعا الكراشنج ايش يسوي؟ مثلا انا ايش اسوي؟ طبعا هاي هذه سويتها، مو ايش اسوي يعني. تعال حبيبي تفضل وياي ميتنج. يجي يجلس المقاول مثلا ويا مثلا المهندسين او كذا، بنسوي لهم جدول زمني، يا جماعه انتم متاخرين، احنا عندنا نريد مثلا نخلص هذه المجموعه من البيوت، نريد نخلصها بالوقت الفلاني، تمام؟ وانتم عندكم الان اصبح عندكم لاج او فجوه ما بين الفلل وما بين الترنشز اللي هي امام الفلل اللي تربط مجموعه الفلل مع بعضها. انا المثال اللي ضربت لكم على اساس انها 3 فلل مربوطة بترنش، خلينا نسمي هذا المستطيل ترنش. تمام يا جماعة الخير. وراها ايش راح تسوي حتى تسوي كراشنج هنا؟ كم مثلا جي سي بي عندك؟ حفار واحد. طيب الواحد هذا وكم عامل؟ مثلا 3 عمال. طيب وبعد ايش عندك؟ عندك كذا كذا كذا، مثلا مشرف مهندس او سوبرفايزر واقف على هذا الجزء. طيب وين المشكلة؟ مثلا التأخير وين ده يصير؟ التأخير ده يصير بعملية الحفر، تمام؟ وعملية الردم. الردم الحفر يكون بالجي سي بي، والردم أيضا يكون بالجي سي بي طبعا، وفي الباك فيلد ماتيريال اللي يحتاج لها سكرينينج وتنظيف وكذا أيضا يكون بجي سي بي، أو حتى يكون بشافل أو يكون بحفار وات ايفر يعني، لكن أيضا في ماشين يعني في الموضوع أقصد. تمام يا جماعة، إذا نعمل التالي. الآن عندنا كنا احنا شغالين بحفار واحد وده يخلص لنا هذه بأسبوع،
which is okay، ما عندي مشكلة. لكن الحين عندنا مشكلة انه هذا متأخر، فمبدئيا كعمل هذه تطول عندي اسبوع. لو كان انت الفريق اللي عندك هنا بنفس القوة، like having the same manpower or machine power or whatever, the same power, the same progress with this one, along with this one, in align with this one, okay, there is no problem. ما عندي اي مشكلة لو كان هذا مش معنا. لكن بما انك القوة عندك اللي شغالة في البلد اقوى من القوة اللي شغالة هاي، بالتالي احنا في الاكتيفيتي هذا اللي هو الترنشنج نحتاج الى ان نسوي كراشنج. نزيد كيف نسوي كراشنج؟ يقول له طيب انت زيد لي، الحين انت شغال باكسكافيتر واحد، زيد لي الاكسكافيتر، زيد لي، جيب لي 2 اكسكافيتر. عملية زيادة الاكسكافيتر الثاني هذه ايش تسوي؟ تزيد السرعة؟ ايوه زيد السرعة طبعا according to studies، حسب معرفتنا بالمشروع ما دائما زيادة الريسورسز تزيد. طيب ايش الريسورس اللي انا احتاجه؟ من الفور احتاج الماشينري. طيب انا احتاج من عندك تزيد لي الجي سي بي، اريد منك جي سي بي تحفر هنا وتطلع على الجي سي بي الثاني، تكون حافره هنا مع بعض، فيكون واحده هنا حفره حفاره وهنا حفاره ايضا، 2 حفارين مع بعض، تمام. وبالتالي اريد التيم تزيده، لانه التيم اللي فيه هذا الرجل يحتاج له فلاجمان او يسوي بانكسمان، وفي رجل هنا يراقب مثلا اليوتيليتيز اللي هي مثلا الكهرباء ومواسير الماي ومواسير الاومانتل والهوريدو والمدري ايش والتليفونات وكل هذه الامور، تمام. وفي طبعا في ناس تسوي تسويه، وفي ناس تشتغل كومباكتر، وفي في قصص هنا كثير. المهم اذا هذا التيم اللي هو المساند للحفار لازم يكون في تيم هنا وفي تيم هنا، وهكذا. لما يخلص هذا ينتقل الى هذه، لما يخلص هذا ينتقل الى اللي بعدها، وهكذا. فايش صار عندنا هنا؟ صار عندنا زياده في الريسورسز، زياده في الماني. زياده الماني هذه ادت الى ايش؟ طبعا زياده انتاجيه بالمقابل. ما في مشكله يعني ما نزيد الماني بدون انتاجيه. في مشاكل تحصل في بعض الاحيان، سوء اداره، المان باور كثير كبير موجود لكن سوء اداره، وبالتالي عدم توزيع الناس بشكل جيد يؤدي الى ضياع المان باور، وبالتالي ضياع الريسورسز اللي هو واحد من الريسورسز اللي هو الماني. فمثلا على سبيل المثال لو انت ما مسوي فاست تراكنج هاي الطريقه، وانه عامل يدخل وعامل يطلع اللي تكلمنا عليه في البدايه، بالتالي ممكن يصير عندك ايش؟ يصير عندك خلل في المان باور، وبالتالي شوف الانتاجيه ما موجوده. انا حاط عمال كثير لكن وين الانتاجيه؟ ضايع الانتاجيه، لانه انت مضيع القوه مال العمال بسبب سوء التخطيط، مس بلاننج، واضح. فبالتالي هنا سوينا الفاست تراكنج، هنا سوينا سوينا كراشنج، زودنا الريسورسز. لما زادت الريسورسز قللنا الديوريشن اللي نحتاجها حتى نكمل، فبالتالي اصبحنا باسبوع واحد ايضا نخلص 2. طبعا خيار صعب بالنسبه لبعض المقاولين لانه ايجار معده وما اعرف ايش وكذا، لكن لازم يكونوا ملزمين باتباع الخطه اللي يضعها المقاول الرئيسي. هذا فيما يخص المثال او شرح مبسط لحاله عمليه في الكراشنج والفاست تراكنج، اتمنى ان تكون يعني واضحه ومفهومه بالنسبه لكم. واللي مثل ما قلت لكم عنده اي سؤال يخص عمليه كامثله، أو سؤال يخص التخصص، أو حتى ما في مشكلة يعني سؤال أسئلة خارجية ضمن التخصص تبعنا، إن شاء الله أجاوب عليها قدر المستطاع في نكون عندي فرصة. طيب today we have the program evaluation or review technique which is called PERT. This is the initials of this phrase. It is often abbreviated to PERT and it has the ability to deal with uncertainty in activity completion times. It has the ability to deal with the uncertainty in activity completion times. Okay, and also it is used in the cost. This is why I have added this topic in the estimating and costing class. يعني هذا الموضوع موجود هنا already في الconstruction management، لكن انا هذا التكنيك يستخدم في الوقت والكوست، يعني هذا علميا هذا التكنيك مستخدم في الوقت والكوست. اصلا هو نوع من التكنيكس اللي هي تستخدم في الانسرتينتيز، يعني اصلا حتى تستخدم في الريسك مانجمنت، تمام. طيب فانا ضفت هذا هناك عندهم في جماعه الكوستنج اند استيميتنج، بيشوفوا موجود، اللي ماخذ الكورسين معايا بيشوفها موجوده هناك في يعني مضاف بشكل جديد بالسمستر الماضي. وبالتالي كان هناك مستخدم على طريقة استخدامه، على طريقة استخدامه في الكوست يعني الماني، هنا نستخدمه على التايم. For each activity the model
usually includes three time estimates. عندك ثلاث أوقات أو ثلاث خلينا نقول قيم تستخدمها في هذه المعادلة. في واحدة، أول واحدة يسموها optimistic، ممكن نسميها O أو TO، time optimistic، TO time most likely، time pessimistic. optimistic يعني متفائل، عشان نقول احنا في احسن الاحوال راح تكون المده الزمنيه كذا. The activity duration based on analysis of the best case scenario، احسن الحالات انه والله مثلا راح نخلص هذا الجدار اللي مساحته كذا كذا، راح نخلصه بثلاث ايام. الله حلوه هاي العمليه، خلينا نخلصه بثلاث ايام. فرحان على اساس الاستشاري راح يقول لك يلا توكل على الله وامورك طيبه، ويجي بس يوقع لك انه ابروف ابروف، تمام؟ وعلى اساس انه الماتيريال كلها موجوده، وعلى اساس انه يعني العمال فاهمين اللعبه وكلها حلوه. فاوبتيمستيك متفائل جدا. موست لايكلي طبيعي، يمكن الاستشاري يعني يسوي لك حركات ياخرك شو اسمه، يعني ما يطلع لك مشكله، العمال تبعك ممكن ان عندهم المشكله يعني. فاهم؟ This estimate is based on the most probable or probably duration of the activity. The pessimistic المتشائم، the activity duration based on the analysis of the worst case scenario، أسوأ الحالات. راح أجيب أنا أقول يمكن الماتيريال ما يجي، سالم محي الدين راح يقول لي بعد أسبوعين أجيب لك الطابوق مال هذا الجدار. ليش يابا؟ والله عندنا ضغط وكذا وطلبيات قبلك و و و و يأخرك. Worst case scenario، إذا أخرك أسبوع شو تسوي؟ هاي صايرة بيك مثلا سابقا وأنت عارف يمكن يتأخر عليك. طيب شو راح تسوي؟ تقول إذا معناها هذا الجدار ما راح يخلص في 3 أيام، 3 أيام ضيف عليها أسبوع ما سالم مهندي أخرنا، تمام؟ البيسيمستيك أيضا ممكن نقول الاستشاري شوية راح يشد علينا في التشيكينج يعني، وممكن ما يعطي أبروفل من أول مرة. البيسيمستيك ممكن يكون عمالة رديئة، هاي مصيبة، هاي العمالة مصيبة، إذا حصلت عمالة رديئة تدمر لك المشروع، تمام؟ These estimates are used to arrive to an expected duration TE expected يعني time expected using the following formulas depending on the situation. طبعا هاي أول ما اخترعوها في أتوقع في البحرية الأمريكية عام 1951 إذا ما خانتني الذاكرة، استخدموها في الاستخدامات العسكرية يعني، تمام؟ المهم جابوا لك اثنين معادلتين، تمام؟ المعادلة الأولى ايش تقول؟ تقول يسموها triangular. triangular بتعطيك time estimated، الوقت المقدر أو التقديري، هو عبارة عن ال optimistic اللي هو أبو 3 أيام، ال most probably اللي هو أبو 7 أيام، وال متأخر هو ب10 أيام. تجمعهم كلهم مع بعض وتقسمهم على 3، لأن هم 3 قيم، فتقسم على 3 كأنك بتطلع الأفرج تبعهم، تمام؟ هذا الموست لايك، هاي تراينجلر. زين الريسورس الوكيشن، ايوه الريسورس الوكيشن، هاي طفرت يعني على طول، عفوا. البيتا ديستريبيوشن هذا أحسن من ذاك في حالة إيش؟ يكون عندك ما في ترجيح، انتبه يعني عشان تعرف متى تستخدم هذا القانون ومتى تستخدم ذاك القانون. ممكن انا احدد لك اقول لك استخدم هذا القانون، وممكن ما احدد لك وانت المفروض تختار القانون المناسب. ان يكون ما عندك ترجيح لاحد الاطراف على الاخر، فبالتالي انت ايش تسوي؟ تزيد الموست لايكلي، بمعنى انه انت ما عندك طيب يعني انا الحين الموست لايكلي هو هل انه هذا الاستشاري الخازوق هذا راح يجي لي، راح يطلع لي؟ لا ما راح يطلع لي. طيب وهل انه اني جدا متفائل والدنيا حلوه وعايش بالعالم الافتراضي وانه انا راح اخلص المشروع في الوقت المناسب؟ نو. So if we want to give weighting okay or scaling for each one of these terminologies, I need to to be more accurate, I need to give this more than these two values, because if I'm giving the same value for all of them, I will not get accurate result. Why? Because most probably we will get this date or this time for this activity,
And we are not expecting to have optimistic timing, and we are not expecting to have pessimistic timing. So the most probable duration, it has the most weight. يعني نعطيها هذه 4. طيب ليش قسمناها على 6؟ لأنه صارت 6 قيم، 4 5 6 قيم، هاي هنا ضربناها في 4. هذه الأربعة اللي نضربها فيها هي سببها أنه احتمال عندي، احتمالية أنه أخلص المشروع بالمدة الزمنية الطبيعية كبيرة. فلا، من غير من الظلم أو من عدم الدقة أنه أنا أقسم، آخذ القيم الثلاثة مع بعض وأقسمها على ثلاثة. ليش؟ لأنه راح تروح، راح تضيع المدة، راح يطلع شوية بايس يعني شوية عدم دقة في القيم إذا كانوا كلهم ماخذين نفس الوزن. فاهمين؟ يعني مثلا أعطيك، أوضح لك صورة أكثر. الأوبتيمستيك تايم، كم احتمالية أنه هذه الأمور حلوة والدنيا وردية مثلا؟ 30%. الدنيا وردية بالمقاولات ولا حتى 30%، ما في وردي أصلا، كلها شو اسمه، كلها مشاكل. والبسيمستيك يعني هي ما قلنا، يعني مثلا صح ما قلنا وردية الدنيا، لكن هي مو سوداوية جدا. فاحتمال أنه تصير مشكلة كبيرة وتأخرني 30%، احتمال أنه الدنيا حلوة تمام أيضا 30%، و40% احتمال الاحتمال الوسط. بالتالي يعني هذا الاحتمالية أنه الأمور تمشي طبيعية أكبر بكثير من احتمالية أنه الدنيا تعك وياي، أو الدنيا تكون ماشية وياي بشكل يعني أجمل من المتوقع، يعني أو أفضل من المتوقع. فنعطي الويتنج هذا 4 للمعادلة. فبالتالي إيش يكون عندنا؟ يطلع لنا الزمن، المدة الزمنية. هذه حتى تنطبق على الفلوس طبعا، باي ذا واي هذه جميلة جدا، يعني هالمعادلة حتى تستخدمها في حياتك اليومية. أي شيء أنت مثلا تحتاج أنك تتوقع أنه كيف راح يصير هاي، طيب أنا أسوي كذا لو أسوي كذا، زين إذا سويت كذا إيش راح يصير؟ تروح تحط لنفسك، والله أحسن حالتها. دائما احنا نسويها طبعا، بس ما ناخذها بطريقة دقيقة أو رياضية لأنه ما دارسيها سابقا. لكن دائما احنا إذا تلاحظون بنفكر مرات يقول احتمال والله تصير العملية بنسبة كذا، واحتمال تاخذ كذا يوم، واحتمال اذا صارت مشكلة الفلانية نتأخر. لكن هي عادة المدة الزمنية مثلا اسبوع كذا، انت تتكلم مع نفسك يعني، الناس تشوفك تقول عليك مجنون تمام. تضرب، احنا نسميها، احنا عندنا تضرب اخماس في اسداس تمام. فهذه العملية هي تحل لك الموضوع، يعني تقدر حتى تستخدمها في حياتك العملية هذه المعادلة، وتطلع منها أي شيء تريد تتوقع، الـ estimated time أو حتى الـ estimated cost. حتى الـ estimated cost. أوكي، هذا فيما يخص المحاضرة لهذا اليوم، وهذا البروجرام أو الـ PERT Program Evaluation or Review Technique. Thank you very much for watching، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.